روحانيات رمضان، تراتيل ومجالس ذكر. وساطة مشتركة تنجح في إطلاق سراح قائد الشرطة العسكرية بتعز. ومن أخبارنا المنوعة، مرشح هندي يتهم أسرته بالخيانة بعد حصوله في الانتخابات على 5 أصوات من أفراد عائلته 9. أهلا بكم. في آخر 10 سنوات قبل الحرب، كما يقول موقع بلقيس، بدأت تنحسر طريقة إحياء الأسمار في اليمن نظرا لبعض التطورات في مجال الكهرباء واهتمام الناس بالتلقي من خلال الأجهزة النقالة للمعلومات. لكن الليالي الرمضانية هذه السنة تشهد عودة قوية لإحياء تلك العادات، مضيفين إليها بعض التحديثات البسيطة كي تبدو مستصاغة أكثر للسمار. في شرع بالسلام يتنقل أحمد الغزالي وشهاب الحداد من منطقة لأخرى لإحياء الليالي في القرى بإلقاء الأحاديث والأهازيج الدينية وإسماع الناس في المجالس قليلا من الذكر. وتختلف الأسمار القروية الليلية عن ما يسمونه بالسمر الكبير، وهو تحديد ليلة رمضانية لاجتماع مجموعة من أبناء القرى، غالبا ما يكون في باحة أحد المساجد، ويتم إلقاء فقرات مختلفة إضافة إلى تكريم طلاب تحفيظ القرآن. عبد محمد علي، وهو أستاذ يعمل في مركز الخير للتحفيظ في ريف تعز، قال إنهم يفعلون ذلك ليستأنفوا عملهم بطاقة أكبر بعد رمضان، علاوة على زرع التنافس بين الطلاب وولاة الأمور لتعويض الطلاب ولو جزءا مما لحق بهم جراء التدهور المريع الذي لحق بالمؤسسات التعليمية نتيجة الحرب. الروح والفن ثنائية السلام، تحت ذلك الشعار كما تقول وكالة الأناضول، أقامت مؤسسة توكل كرمان وقناة بلقيس حفل إفطار وأمسية رمضانية في مدينة اسطنبول التركية. تلك الأمسية أحياها الفنان المغربي رشيد غلام في منطقة فلوريا بمشاركة عشرات الفنانين والحقوقيين والصحفيين وأبناء الجالية اليمنية. وتضمنت الأمسية أيضا إفطارا للحاضرين وجلسة حوارية تحدث فيها الضيوف عن الفن وعلاقته بالإيمان والفلسفة والتصوف والحرية، وشهدت أناشيد وموشحات دينية في حب الله والتقرب منه وحب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وقال رشيد غلام في الجلسة الحوارية: أصبح لرمضان أجواء خاصة من الطرب. وأضاف: من الجود أن تدخل الفرحة إلى قلوب الناس في الشهر الفضيل من خلال الفن والجمال، وآيات الله في الوجود جعلت للأسوياء يتفكروا في قدرة الله في خلق الجمال. وتابع أن الموسيقى هي جمال الله المسموع بالأذن، والذي يبلغ القلوب فيعطيه إحساسا روحانيا عميقا، وإذا كانت النفس سوية فقد تقوده إلى الله. أما محمد المقبلي فقال: الفن هو شيء فوق العقلاني والمنطق، فهو خارجهما، وعلى الفن أن يتوجه نحو تمجيد المحبة والمودة. الأمم المتحدة في اليمن فشل أم مؤامرة؟ بهذا تتساءل ميساء شجاع الدين في مقالها المنشور في صحيفة العرب الجديد، ثم تجيب بالقول: كان التدخل الأممي افتتاحاً لمرحلة خطيرة في الحياة السياسية اليمنية التي تزخر بتجارب الوساطة المحلية، وكان اليمن على عكس بقية دول الربيع العربي آنذاك في أحزاب ذات حضور وحراك سياسي نشط كان يمكن البناء عليهما، لكن هذا كله تعطل بسبب التدخل الخارجي الكثيف. ومن اللافت استسلام النخبة اليمنية لهذا التدخل السافر بما يشبه الرغبة في عدم تحمل مسؤولية ما يجري واستسهال التوكل على الخارج. هذا قد تفسره حالة الشيخوخة التي وصلت إليها قيادات الأحزاب وعدم مواكبتها التطورات. هكذا أصبحت السياسة اليمنية تتجه من الخارج إلى الداخل لتنشأ ظاهرة أولاد السفارات، وهي نخبة شابة صعدت ضمن تمثيل قوى الشباب والمجتمع المدني والنساء، معظمها تنحصر إمكاناتها في معرفتها باللغة الإنجليزية. مما يزيد تدخلات الأمم المتحدة سوءاً
أن النجاح أو الفشل فيها لا يعلق على دولة بل يتم تمييعها، فحتى الدول المتحكمة بالقرار الأممي لو أرادت حسم صراع سياسياً أو عسكرياً لتدخلت بنفسها، ولما كانت استدعت الأمم المتحدة إلا غطاءً شرعياً وليس أداة حل حقيقية. يخفف التدخل الأممي حدة الصراع ويطيله، إذ يعرقل أي إمكانية لحسمه. هذا ما عبر عنه المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي إلى اليمن في حرب 94 عندما شرح سبب عرقلته لتدويل الأزمة اليمنية، فقال إن الصراع اتجه إلى الحسم العسكري ولم يعد يحتاج وساطة. والإبراهيمي كان ذا خلفية سياسية ثقيلة تعي جيداً أن حسم الصراع كيفما كان خير من إطالته وتدويله. لا تمتلك الأمم المتحدة تجربة ناجحة يمكن القياس عليها حتى نتصور لها أداءً مختلفاً في اليمن، لكنها أصبحت شماعة للفشل اليمني. فمن اللافت أن أكثر المتحمسين لتغيير المبعوث الأممي هم اليمنيون الممثلون للأطراف المسؤولة عن الأزمة والتي هي أولى بالتغيير، وعلى من ينتقد الأمم المتحدة ويحملها وزر تعثر الحرب والسلم أن يعي ثلاثة أمور: أولها أن هناك جهلاً حقيقياً بتعقيدات الوضع اليمني منتشراً في الأوساط الدولية، وهو جهل مترافق مع تعال واضح على اليمنيين. ثانيها تدخلات الأمم المتحدة تأتي على أساس الأمر الواقع وليس تطبيق قرارات الأمم المتحدة، فهذه القرارات ليست نهائية بل قد تتغير وتتكيف مع وقائع الأرض التي يفرضها الوضع العسكري والسياسي للأطراف المتنازعة. وأخيراً لن يحل المشكلة اليمنية من جذورها سوى اليمنيين، ما عدا ذلك وهم. لذا تظل تصورات المعولين على الخارج مغلوطة ومبالغاً فيها بشأن قدرات الأطراف الخارجية على تغيير الوضع اليمني إلى الأسوأ أو إلى الأحسن. عجزت الأربعينية إيمان محمد عبد الله التي تعاني من ورم سرطاني في الدماغ كما جاء في موقع المشاهد نت عن العودة لاستكمال علاجها الذي بدأته عام 2014 بسبب عدم قدرتها على دفع تكاليف العلاج هناك. وعلى الرغم من نصيحة الأطباء لها في الهند بإجراء فحص دوري كل 6 أشهر بجهاز الرنين المغناطيسي لمتابعة نشاط وتطور حالة الورم، إلا أن عجزها المادي حال دون فعل ذلك. تقول إيمان المشاهد نت: ما زلت أعاني من هذا الورم إلى اليوم ولا أستطيع دفع تكاليف العلاج ومتابعة حالتي الصحية. نتج عن الورم أعراض أخرى كالشلل بالعصب السابع وضعف وارتخاء بالأعصاب والعضلات وصداع متواصل ودوار ومشاكل في النظر والسمع وأوجاع في العظام وعدم التوازن، مشيرة إلى أنها تلقت رسائل متواصلة من الطبيبة المشرفة على علاجها في الهند تنصحها بسرعة العودة إلى الهند لاستكمال العلاج، لكنها تعتبر عودتها مستحيلة نظرا لظروفهم الصعبة. بدأت أعراض المرض تظهر لدى إيمان بداية شهر يناير 2014 بحسب الدكتور علي هزبر المدير الفني لمركز الأمل لعلاج الأورام بتعز، والذي أضاف: إيمان كانت تعاني من أعراض الورم عند وصولها إلى المركز وتم عمل جهاز محوري ولم نحصل على تشخيص واضح، وبعد عمل جهاز الرنين المغناطيسي للمخ اتضح أنها تعاني من ورم في قاع الجمجمة. يعنون موقع المصدر أونلاين: وساطة مشتركة تنجح في إطلاق سراح قائد الشرطة العسكرية بمحافظة تعز. يقول الموقع في التفاصيل: لجنة وساطة مشتركة نجحت في إطلاق سراح العقيد جمال الشميري قائد قوات الشرطة العسكرية بتعز بعد يوم من واقعة اختطافه في محافظة لحج. مصدر مطلع قال للمصدر أونلاين إن لجنة الوساطة المكونة من قائد اللواء الرابع مشاة جبلي ومدير شرطة لحج تواصلت مع الجهة الخاطفة وأطلقت سراح العقيد جمال الشميري. لفت المصدر إلى أن الخاطفين طالبوا بالقبض على المتورطين في قتل 4 من أبناء الصبيحة، أولهم ناصر علي السعفة الأغبري وزوجته أثناء الاعتداء على صالة حواء مطلع مارس الماضي في مدينة تعز. وكان مسلحون من أبناء الصبايحة قد اعترضوا طريق جمال الشميري فجر السبت وهو في طريقه مع أسرته متجها إلى عدن،
وقاموا باختطافه في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج. كتب صبحي حديدي في صحيفة القدس العربي مقالا حول الشأن اليمني عنوانه باليمن ذر الرماد على الدماء، وفيه قال: المعطيات التي يسوقها مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة حول الأوضاع الإنسانية في اليمن يتوجب أن يقشعر لها أي بدن يحكمه ضمير، رغم أن الرجل يتعمد تخفيف ما أمكن من الأرقام الفعلية الفظيعة. لقد تحدث عن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية أو حماية، وأن نحو 8.4 مليون شخص يعانون من انعدام أمن غذائي شديد ومن خطر المجاعة، وحذر من أن 10 ملايين شخص آخر سوف يلتحقون بهذه الفئة بحلول نهاية العام 2019، وللمرء أن يتخيل مضاعفات العام 2019 في ضوء تشديد عمليات القصف والحصار وإغلاق منافذ توريد المساعدات الإنسانية، خاصة بعد عمليات الحديدة التي فشلت عسكرياً. فإذا أضاف المرء عاملاً خارجياً إقليمياً واحداً على الأقل مثل التوتر الراهن بين واشنطن وطهران، فإن معطيات الوضع الإنساني لن تكون سوى تحصيل حاصل متعدد لجهة الأطراف المسؤولة عنه، وإن كان لطرف حصة أفظع وأشد وحشية بالمقارنة مع سواه. هنالك سلاح من طراز آخر أقل فتكاً على الصعيد القتالي المباشر، ولكن تأثيره يوازي بعض الأسلحة الكلاسيكية الفتاكة، خاصة وأنه نسيج وحده من حيث نطاق التأثير والفعالية. هذا هو سلاح العلاقات العامة أو ذر الرماد في العيون كما تقول الفصحى، وقد لجأ إليه التحالف السعودي إسوة بالحوثيين، كل حسب إمكاناته بالطبع وطرائقه وتقليده. الفريق الثاني سعى إلى خبطة إعلامية مسرحية حين أعلن الانسحاب من طرف واحد في مدينة الحديدة، والفريق الأول ممثلا في السعودية على وجه التحديد استقر على خيار أكثر احترافية وأعلى كلفة بما لا يحتمل المقارنة في الواقع. صحيح أن الكوارث الإنسانية في اليمن تنطق عن ذاتها ببلاغة قصوى، وأيا كانت محاولات التعميه والتزييف وذر الرماد على الدماء، إلا أن للحروب مسارات أخرى عرفها التاريخ على الدوام، ولم يكن عبثا ثبات ذلك المثل السائر الذي يؤكد أن الحقيقة تظل أولى الضحايا غير البشرية في أي حرب. الكاتب سام بيرلو فريدمان في تقرير نشره موقع الديمقراطية المفتوحة البريطاني قال: القص المستمر للتحالف تسبب في مقتل آلاف المدنيين وتدمير المدارس والمستشفيات والمصانع والأراضي والمشاة الزراعية، مشيرا إلى أن الحصار الذي تقوده السعودية يدفع اليمن إلى المجاعة، حيث تقدر الأمم المتحدة أن إجمالي عدد القتلى في الحرب قد يصل إلى 230 ألفا بحلول نهاية عام 2019. أضاف أنه في الأسبوع الماضي قامت مجموعة من نشطاء تجارة السلاح بممارسة الشعائر السنوية المتمثلة في النزول إلى قاعدة فرامبورو الجوية لحضور الاجتماع العام السنوي لأكبر شركة أسلحة في المملكة المتحدة. يمتلك كل واحد منا حصة مما يسمح لنا بحضور الاجتماع وطرح أسئلة على روجر كار رئيس مجلس الإدارة، وتابع: نذهب إلى هذا الاجتماع لأننا نريد محاسبة كبار تجار السلاح في البلاد، لن نسمح لهم بأن يستمتعوا بالحفل السنوي دون وجود إفساد للحفلة وتذكيرهم بالتكلفة الإنسانية مقابل أرباحهم. وأردف: كانت أسئلتنا حول اليمن، حيث تشكل الطائرات المقاتلة من طراز المصنوعة من قبل BAE جزءا رئيسيا من سلاح الجو السعودي الذي يحدث مثل هذا الدمار المطلق في البلاد. وأشار إلى أن أحد الشخصيات في إدارة الشركة كان يتصرف كأنه سفير سعودي، حيث كان مصرا على أن المملكة ليس لديها خيار سوى خوض الحرب في اليمن والدفاع عن شعبها ضد الهجمات الصاروخية الحوثية واستعادة الحكومة الشرعية للرئيس. ويضيف الباحث البريطاني: الحقيقة هي أنها حرب باختيار السعودية وتحالفها، فهي رأت يدا لإيران في سيطرة الحوثيين وعقدت العزم
على مواجهة منافستها الإقليمية أيا كانت التكلفة. دموع هزيمة شجاع، بهذا عنونت الكاتبة أمال موسى مقالها المنشور في صحيفة الشرق الأوسط، وفيه تتحدث عن المفكر العربي والصعوبات التي يواجهها وتضيف أيضا: رأينا فنانين كثر في لحظات تأثر أمام الجمهور يذرفون الدموع لأن سؤالا ما خدش فيهم منطقة من مناطق الوجع في الداخل والذاكرة، ولكن ليس مألوفا أن يبكي مفكر في ندوة وأن تنزل دموعه أكثر من مرة في نفس الندوة. هذه الدموع كانت للفيلسوف العربي والمفكر طيب تيزني الذي غادرنا منذ أيام، وقد ذرفها في ندوة التأمت في المغرب قبل قرابة 4 سنوات، ومنها دخل فيما يشبه العزلة. ولعل المطلعين على فكر الرجل وأطروحاته المنتصرة لقيم التنوير يفهمون جيداً دموع طيب تيزني التي تعني مرارة الشعور بفشل المفكر العربي في إحداث التغيير القيمي والثقافي وعجزه عن القيام بوظيفته التاريخية رغم وضوح الرؤى وعرى مواطن الداء. لقد كانت دموع مفكر شعر بالهزيمة واللا جدوى، وأنه كمن قضى حياته الفكرية يحرث في البحر. ولعل ما جاء في بعض الصحف من أن الذين رافقوا جثمان الرجل لا يتجاوز عددهم 50 شخصاً يصب في هذا المعنى من سوء تقديرنا للفكر والمفكرين. وفي الحقيقة فإن ظاهرة تهميش وداعي المفكرين والأدباء العرب عريقة في الأعراف العربية، ويمكن القول إن حال تيزني أفضل بكثير من غيره، وكم من قائمة ثقافية رحلت في صمت السلبية والحياد. مارس تيزني وظيفة المفكر النقدية بشكل مخلص، وكان من مشروعه النقدي متابعاً دقيقاً لتفاصيل تحولات الواقع العربي وقابضاً على ثغراته برؤية واضحة ثاقبة ومباشرة في نقدها الصريح. ومن العبارات التي كان يكررها وتعكس روافده التنويرية قوله: الكرامة قبل الخبز، أي أن أصل كرامة الإنسان في عقله وحريته أولاً. إن النقد الذي مارسه تيزني ضد النخب السياسية والدينية والاقتصادية مارسه أيضاً ضد النخب الفكرية، ووصف المثقف العربي بالفشل والعجز. وكما بحث عن أسباب الفشل العام، فإن فشل المثقف العربي قد رده إلى غياب 3 ركائز أساسية هي الحرية والكرامة والكفاية المادية. قالت وكالة رويترز كما نقلت عنها صحيفة البيان إن شركة نوفارتيس السويسرية حصلت على موافقة الولايات المتحدة على علاج ابتكرته لمرض وراثي فتاك يصيب الرضع، لكن اللافت في الأمر هو ثمنه المرتفع للغاية. أوضحت الوكالة أن ثمن علاج مرض ضمور العضلات الشوكي عند الرضع يبلغ 2,100,000 دولار، الأمر الذي جعل من العسير على الكثيرين الحصول عليه. وتتابع: يشمل هذا المبلغ الضخم فقط العلاج المقدم للمرضى لمرة واحدة لا غير. الشركة دافعت عن الرقم الباهظ للغاية، وقال مسؤولوها إن العلاج لمرة واحدة أفضل من العلاجات طويلة الأمد التي يشيرون إلى أنها تكلف 100,000 دولارات سنويا. الشركة كانت قد حاولت عرض الدواء في إبريل الماضي لقاء 5 ملايين دولار، لكن تقييما مستقلا رأى أن الرقم مبالغ فيه للغاية، مما أجبر نوفارتيس على عرض الدواء بسعر أقل. حظي المرشح الهندي المستقل للانتخابات نيتو تشيرنويلا بشهرة كبيرة في العالم، كما قالت صحيفة الشرق الأوسط إثر إعلانه المثير في لقاء على الهواء مباشرة أنه عصل على 5 أصوات فقط، بينما يبلغ عدد أفراد أسرته 9 أشخاص. 67% من 900 مليون ناخب هندي صوتوا في الاقتراع الهائل على 7 مراحل بين إبريل ومايو في أكبر عملية انتخابية في التاريخ. وخلال مقطع فيديو للقاء الذي شهد تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي، انهار نيتو الذي كان ينافس على مقعد منطقة جلاندهار في ولاية البنجاب، وقال إنه تعرض للخيانة من عائلته، معربا عن خيبة أمله من عدم تصويتهم له، فيما قال أيضا أن الانتخابات شهدت تلاعبا في التصويت حيث أقسم ناخبون أنهم صوتوا لصالحه.
وعندما سأله المذيع ماذا تتوقع من الآخرين بعدما لم يصوت لك أفراد أسرتك، رد بقوله لا شيء، وتابع بأن الذين ذهبوا للتصويت لصالحه كانوا لصوصا، فالمفترض أنهم عندما يدلون بأصواتهم يستخدمون حبرا يمنع تكرار التصويت، ولكن هذا لم يحدث، وأعلن أنه لن يخوض الانتخابات مجددا بعد تعرضه لصعوبات دون جدوى. وأشارت صحيفة إنديان إكسبريس إلى أنه يبدو أن خيبة أمل المرشح من عائلته كانت سابقة لأوانها، حيث أن النتائج النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات أكدت حصوله على 856 صوتا ليصبح في المركز 19 من بين 20 متنافسا في منطقته الانتخابية. يكتب باسل طلوزي في صحيفة العرب الجديد عن الشعب أو عن الشعوب على أسطح المنازل ويقول: في وداع قرص الشمس الغاطس في الطرف البعيد من السماء، كنا نعتلي نحن صبية الحي أسطح منازلنا لنراقب قذيفة المدفع العثماني القديم وهي تصعد إلى السماء قبل أن تنفجر بلونها القرمزي المشع، معلنة موعد الإفطار الرمضاني المنتظر، فتتعالى انفجارات صيحاتنا المبتهجة. لم نكن نتساءل آنذاك عن مدعاة استخدام المدفع للإفطار والإمساك، ربما لأن أصوات المدافع كانت جزءا من ثقافتنا في زمن الحروب وأغنياتها المنبعثة من كل البيوت والمقاهي ومحلات البقالة، غير أن الأهم أننا لم نكن نفطر إلا على صوت المدفع فقط، وكأنه مرشدنا المؤتمن في زمن كانت فيه البوصلة واضحة الاتجاهات، فلسطين في الغرب حيث تغطس الشمس باكية، والعرب في الشرق حيث ترتفع العتمة إلى أقاصي الهزيمة. أما اليوم ومع تبدل الأحوال والمقامات، فقد أصبح المدفع تراثا غير متجدد لا يصلح إلا للعرض الخجول في المتاحف. ومع هذا التبدل المقيت دخل العرب مرحلة صيام مزمن حتى من دون أن يشعروا، ولو عمرت موائدهم وطفحت مشاربهم فشتان بين مائدتين، الأولى فقيرة الطعام وفيرة الكرامة، والأخرى وفيرة الطعام شحيحة الكرامة. المدافع العربية عموما باتت ممنوعة من الإطلاق ولو على سبيل التراث، اللهم باستثناء استخدامها لأغراض داخلية في مواجهة الشعوب العربية أنفسها، أو لاستخدامات بينية أي بين الدول العربية ذاتها، فهذا سلوك مبارك ومحمود من إسرائيل وأمريكا، وحاصل على رخصة مفتوحة لا تحتاج مراجعات وموافقات مسبقة. أما دعاة الحروب من أمثالي الذين يرون في غصن الزيتون في يد المهزوم راية استسلام لا سلام، فليس لهم مكان إلا على أسطح المنازل فقط، وليواصل مثل هؤلاء صومهم الأبدي المزمن، لأن أصوات المدافع الحقيقية لم يعد لها مكان في زمن السلام الذي أصبح شعارا رومانسيا تتغنى به الأنظمة وتنظم في سبيله أغاني المرحلة البيضاء، حيث لا مكان إلا لإفطار الطغاة على كرامة شعوبهم وحرياتهم، ولا مائدة تبسط إلا للغزاة والمحتلين ومدافعهم التي يحق لها وحدها أن تلعلع في سمائنا لتؤذن بغروب أبدي للشمس العربية. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية صورا قالت إنها أفضل صور الأسبوع التي التقطتها عدسات مصوريها من مختلف أنحاء العالم. إلى الصور. المنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط، بل دخلت الريشة فيها عبر فن الكاريكاتير، ذلك الفن الساخر الذي يختصر آلاف العبارات ومئات الصور في رسمة واحدة. نتابع.
وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.